أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض، هذه أبرز عناوينها. قائد عمليات نينوى يؤكد للعربية إيقاف 19 شخصا على خلفية كارثة حريق الحمداني. الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد يكشف عن استهداف رفع الإنتاج في السعودية ب 150 ألف سيارة. أسعار النفط ترتفع فوق 97 دولارا عند أعلى مستوى لها منذ شهر أغسطس من العام الماضي. الرابعة، الرصد الآلي لعدم تأمين السيارات يبدأ الأحد في السعودية، والمرور يكشف عن مهلة التصحيح. والإحصاء، السعودية تعلن عن انخفاض معدل البطالة إلى 4.9% في الربع الثاني من العام الجاري. البداية من العراق، حيث أكد قائد عمليات نينوى اللواء عبد الله الجبوري في تصريحات للعربية أن لجنة التحقيق في حريق الحمداني مالي. في نشرتنا بعد الفاصل، غدا رصد القمر العملاق في السعودية والعالم العربي للمرة الأخيرة. ختام الرابعة بالعناوين. قائد عمليات نينوى يؤكد للعربية إيقاف 19 شخصا على خلفية كارثة حريق الحمداني. الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد يكشف عن استهداف رفع الإنتاج في السعودية ب 150 ألف سيارة. أسعار النفط ترتفع فوق 97 دولارا عند أعلى مستوى لها منذ شهر أغسطس من العام الماضي. الرصد الآلي لعدم تأمين السيارات يبدأ الأحد في السعودية، والمرور يكشف مهلة التصحيح. إلى اللقاء.